والله يعني احنا ما نكذب عليك، المطر وبرد وهاي، بس كله ما ياثر بينا. متونسين والله، متونسين ياثر بيهم وما اثر بينا. والشبت البارحه من الليل للصبح تمطر وقاعدين هنا ما عفنا، خاف على بالهم بمطر وبضرب ما نعوفه. اذا ما نطلعهم ما نعوفه، مو بس نطلعهم ونحاسبهم، هم كفايتنا مو بس نطلعهم، لا نحاسبهم هم وجابهم والوراهم ودول الجوار تحميهم، كلهم نحاسبهم، ما عدنا رجعة منه. احنا جينا واليوم صار لنا 40 يوم، خوش الا نحاسبهم يا الله. مو عبالهم بس طلعتهم وهاي، معنوياتنا عالي العالي، ما يأثر بينا والله ما يأثر بينا. احنا شباب وكنا يعني اكبر واحد بينا، يعني من الكبار اكبر واحد بينا عمره 20 سنة، بين يوم ويوم جاي ينط الشهيد وما نعوفهم، دم الشهداء برقبتهم وناخذه من يومهم، ما نخليهم والله، ناخذه من يومهم لو بعد 1000 سنة. هم وجابهم دم الشهداء، شاف عمره 17 سنة يطقها طلقة براسه يكتلة، ليش يعني شنو شو مسوي لهم احنا؟ شو مسوي لهم؟ صديق اخوي، هاي صورته معلقة فوق، ليش هيك؟ عمره باكر السبعة مالته 17 سنة، كل شيء ما شايفه من الدنيا مثل الوردة، يعني طقها طلقة براسه، يقولون ماكو رمي حي وماكو هاي، بيت جاي يرمونا مثلا مسدسه بالصجم، هاي طلق مال ام 16 وموجودات بالمستشفى، جبناها وطلعوها من راسه، جبناها بس ما اعطونا اياها، ما ارضى، جاي نعلقها هنا. كل هذا شهاده الوفاه يكتب متوفي، يابا شهيد هاي، يقول والله خاف يعتقلونا. اي واحد يكتب على شهيد، اي دكتور يكتب على الشهيد شهيد، يعتقلونه ويقتلونه. ليش؟ يعني من الضربه؟ باي ذنب قتل؟ يعني هذا اكبر شيء عند ربك، واحد ينقتل بلا سبب، مو لو لا، يعني باي ذنب انت قتلته؟ ليش؟ شو مسوي لك؟ بس قل لي شو مسوي لكم؟ وارجع وعيد، دمهم برقبتنا وماكو رجعه منا، نطلعهم ونحاسبهم وناخذ حق الشهداء. معنويات عاليه كلش، ودعتك كل هذا البرد، ويشوف كلهم صيفه، ما عندنا شيء، نشتغل ونقعد وصرنا اكثر من الاخوه، ما عندنا واحد جيران وصاحب وهاي، كنا من مناطق متفرقة بس صرنا أخوة، القعدة سوا والضحكة سوا والموت سوا كله سوا، على حسابنا جاي نجيب أكل وشرب، خافوا يقولون هم دعم وطهم وهاي، والله على حسابنا جاي نجيب، تعال طببك جوا شرب، جاي نجيب ويوميا نسوي ريوق وغداء وعشاء وكلها موجودة، خوش يعني أبد قللهم، وهاي من يمك وصل لهم ماكو رجعة أبد. خافوا نميل، قالوا ذولا شباب طايشه يوم يومين يرجعون لاهلهم، لا الطايش راح حش السامع، يعني ما تنحكي على الكاميرا، هاي الطايش والقذل والشورتات جيل البوبجي والتكتيك وهاي السوالف اللي يطلعون علينا، خوش ويحاكينا حكي، هذا هو وراء ننزل نحكي وياه، حاكينا حكي ما ينحكي، ما ينحكي يعني ذولا يسبون فينا ويغلطون فينا ويفشرون علينا، ليش يعني على شنو؟ يجي ابو الدفاع يقول لك انا وياك، يابا من الرمان العد؟ والله ما ادري، تجي جهه مجهوله، ابو الدفاع نحكي وياه يقول انا مالي دخل وهاي، حتى اعرف رتبهم وساميهم، يقول احنا مالنا دخل وهاي، تجي جهه مجهوله وضابط رتبه مقدم، يقول لي يجي واحد من يوم منتسب يغلط علي ويتفل علي، يقول له ليش ترمع العالم؟ يقول يتفل علي، يقول ما نعرفهم حتى وجوههم ما نشوفهم، يقول يروحون ياكلون وحدهم، وهم المره الثالثه رجعه ماكو، فهمت؟ كل رجعه ماكو ابد، ومعنوياتنا لو تمطر هسه طلقات هم قاعدين هنا. بالنسبة لنا احنا كعراقيين ان شاء الله، وكلمة عراق ترى مو سهلة، صارت دم وطن ودم ارض، لان الشباب مثل ما تقول شوفوا شوفوا المعنويات الحمد لله رب والشكر مرتفعة على قولة عالي العال 100% والحمد لله رب والشكر، وانت مثل ما تشوف يعني احنا نمر بحالة شتاء بالعراق، ممطر برد
الحمد لله معلومات الشباب او عليها يعني مرتفعه فوق العال، ولا يوقفهم مطر ولا برد، بالعكس العراقي بطبع كل ما زيد المهم عليه يزيد هو همه فوق المهام، والحمد لله رب والشكر. احنا نباوع على الشباب هسه قاعد على السواتر بنولهم السقوف النتشينكو واللايلون بحيث يقاومون المطر ويقاومون البروده، والحمد لله رب والشكر. يعني ايش اقول لك، حتى الاعتماد على نفسهم اكثر واكثر. احنا بالنسبه لنا تقسيمنا احنا مو شفتات، لا بالعكس احنا اخوان ان شاء الله هناصرنا. صار بيناتنا سلام، صار بيناتنا زاد وملح، والعراق مين علي زاد والملح يطيح قبل صاحبه على مود الزاد والملح. هي صفاتنا احنا الحمد لله رب والشكر. وتعرف العراق صاحب غيره ونخوه، فاحنا هاي التقسيمات احنا ما عايفينها، احنا هنا اخوان ما عندنا رئيس، كلنا كل انسان قائد نفسه. نوبات اذا نشوف واحد من اصدقائنا صار علينا الزحامه مثلا يوقفون وقت التفتيش، لا احنا نشوف هذا احنا واحد من عندنا يتبرع او صدق يقومون اثنين او ثلاثه يساعدونه، وما حاجه اثنين او ثلاثه، يحتاج واحد بس هم يقومون اثنين او ثلاثه يقومون وياه بالتفتيش، او مثلا نلقى واحد يطبخ نشوف اثنين او ثلاثه هم يقومون على كذلك هم وياه يساعدونه بالطبخ. قلت لك عندنا مؤاخات هنا حلوه، ما عندنا، كل انسان قائد نفسه هو كبير على روحه. يعني بالنسبه لي اتذكر موقف واحد يعني الله شاهد، يوم 25 عبرنا كان من الصبات قليله الساعه 8:30 قلبوا الصبات اصدقائنا عبر الشعب والشباب، صدق الاغلبيه الشباب بس ويانا كبار بالسن ويانا الوسط بالسن وعندنا الشباب الصغار وحتى يعني اعمار 15 سنه و14 سنه بقت على ما اذكر. عبرنا رجعونا بالطلق الصوتي والدخانيات اكثر من اللازم، فرجعنا النوبه تقدمنا اجتنا شباب يركضون، ف كلمه لبيك يا عراق مو شويه خذتنا العزيمه والشده، جينا رجعنا تقدمنا. والموقف اللي يعني جرحني صديقي، انا اعتبر اخوي اصغر من عدي، كان الله يرحمه ياكل ويشرب ويضحك ضحكتنا ويحزن حزننا، اللي هو اللي استشهد يعني شقل لك يوم 28 مجرد راح والله الجسر السنك بالليل مجرد يوزع مي، لا شاي البندقية لا شاي الرمانة لا جايك بصورة همجية لا سمعك كلام مو طيب، كلام لبيك يا عراق، كلام القضاء على الفاسدين، كلام يريد مستقبل، كلام يريد استحقاق مو بس إله، كل الشعب. احنا اليوم مو نازل اخذ حقي، نازل ناخذ حقوقنا كرامتنا شرفنا. استقبلوا بالرصاص، عندنا واحد من اصدقائنا صوبوا برجله وهو الله يرحمه انضربوا براسه، عمره 17 سنه والله ورده والله ورد على الاخلاق على الطيبه على الشهامه الله يرحمه. معنويات جيدة جدا والحمد لله والشكر، احنا واقفين هنا لو ما نتحرك ولا نزحزح ابدنا، ووجه كلمة لعضو مجلس النواب يقول خليها تنطر ويروحون لهم يقضون وقت هنا، لا احنا ما نقضي وقت، احنا اصحاب الحق وكل شيء موجود، بفضل الله واهل البيت صامدين وضالين. ولا عبالهم بس عادل عبد المهدي، الحلبوسي كلهم، وهذا برهم صالح، يعني على ابهاتهم اذا ما طلعوا. مو بس هاي كفيك الله، كنس ماك ولا واحد. والله الحمد لله والشكر، اكو يعني حار وبرد مهما هاي احنا نبقى هنا على الساتر، طينا ضحايا مصاويب كيش صار هنا، بس ما مهما الشهداء وهاي نبقى على الساتر، بيناتنا نروح ونبقى احنا مساي دامون، يعني شلون صارت شلون المدرسة. الحمد لله والشكر متوفر كل شيء، المعنويات عالية ان شاء الله، هذا البريد والمطار كلها حلويات ان شاء الله ماكو شيء، هذا رزق من الله. والله المعنويات هنا على الصبات او ما يسمى بالساتر الجمهوري معنويات كلش زينة، بس عندنا الامطار او بالليل تصير باردة كلش، فالجماعة يجيبونا بالليل بطاطين من هنا جزاهم الله خير، واخوتنا المسيح ما قصروا البارح جابوا هواي بطاطين.
فنشكرهم جزيل الشكر. عندما كانت يطلقون علينا الدخانيات او مثيل الدموع فاحنا كنا نتعارك عليها، ليش تكذب عليك؟ كنا نتعارك عليها عمود نشمرها، فكنا نتونس عليها، كذب يقول لك احنا كنا نتأذى منها، كذب، نتونس عليها احنا جيل البوبجي وجيل القدله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عشنا 16 سنه برد ومطر وجوع وقتل وسلب وخوف وانفجارات ومشرد وعاطين العمل، فاكيد ما راح يمنعنا المطر والبرد، بالعكس هذا عندنا اصرار انه نبقى، ما يمنعنا المطر. يمنع اليوم احنا طالعين على قضيه اكبر من المطر، طالعين على قضيه فساد، على قضيه ما يسمى بالدوله الفاسده، عشناها قتل وسلب وتهجير، وهذا اليوم احنا طالعين على مبدأ على هدف، فلا اعتقد لا يمنى مطر لا يمنى شيء. ما شاء الله اخواننا دعم ليوصلنا الاكل والشرب والملابس او كل شيء متوفر. موقف اللي اعلمنا طبعا صراحة الشاب نقدر نشيله يعني نعالجه، عمره وقعت يعني ضربت بقنبلة دخانية صعبة، يعني انه شلون راح تتعامل وياها، شلون هاي وهي عمره طالعة سلمية شايلة علم العراقي، انت تضربها ليش؟ وهاي الشباب طالع على حقوقها، وانتم اللي ما خلف هذه الساتر، انتم هم اخواننا واولادنا وطالعين على حقوقكم حقوق اولادكم، تضربونا ليش؟ تأذونا ليش؟ احنا شايلين اعلام وورد نعطيكم، اليوم طالب على حقي. اكثر موقف علمنا هي المرأة صراحة، انها استشهدت كانت تدعمنا بالمي، تدعمنا بكلمة طيبة وهي مثل أمنا. أكثر موقف هذا اللي صار على جسر الجمهورية. تعالوا تظاهروا ويانا لا تخافون. ابو كيف يحميك احساس احسان عم اهل الكذب والله تاجره، عم اهل الكذب والله تاجره، ناموا على الساتر صدق وهم والله، والعباسه تشيم بي ايه والعباسه تشيم بي نايم فوق الساتر، والعباسه تشيم بي نايم فوق الساتر، والعباسه تشيم بي نايم فوق الساتر، والعباسه تشيم بي نايم فوق الساتر. هاي ناسي كل واحد حتى العالم تسمع احنا مظاهرات شبابيه، لا مرتي ولا كل استاد على الوطن، للوطن للوطن كيف الوان موت على موت، والدنا الوطن والوالد نطيعه، والدنا الوطن والوالد نطيعه، نبيع ارواحنا والوطن ما نبيعه، والدنا الوطن والوالد نطيعه، نبيع ارواحنا والوطن ما نبيعه، نضح ارقاب لجل السنه والشيعة، نضح ارقاب لجل السنه والشيعة، هو الحق لو صاحوا عشان سنه وشيعة نوقفوا فيه، الحق لو صاحوا عشان سنه وشيعة نوقفوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كالساتر احنا ما نرجع قافلين، لا مطار لا مندسين لا مدري شنو، اي شيء ما يهمنا، مطرت علينا مدري شنو ما نهتم، باقين هنا لحد ما نحقق مطالبنا كلها. بالبداية تأذينا كلش، ولحد يعني لغاية تقريبا 30 أو 35 احنا متأذين من يومهم كلش، يعني بالرأس بالدخانيات الصوتيات أذونا كلش، الطلق ما طلق كله تأذينا من وراهم، كله مرينا بيه، هاي الجهة هاي كلها مرت بهاي السالفة، جديد قديم متأذي بيه. فهسه الحمد لله والشكر ما نهتم لهم، حتى ذن السوالف حفظناها، ظلت لما نطيح يمنا دخانية ما نهتم لها، نكض نشيلها نشمرها، صوتية صوت عادي يعني متعلمين احنا، جبناها طق وحروب وهاي ما يسولفة. سين دراجي، انا هم دراجة طبعا، هذاك ذكرى خلينا له إلي، هذا الراس اللي انفتح بالنص هو هذا القبر إلي، ظل موجود لحد الآن، احنا نشعل شموع وكل مرة نسوي هاي الفقرة. فالشهداء ما ننساهم،
باقين بقلوبنا، وهاي الثورة هي صنعت الأبطال، وإحنا معاهم منا لحد ما ناخذ حقهم. خاف هم ماتوا وما أخذوا حقهم أو شيء، إحنا موجودين ناخذ حقهم إن شاء الله. وما يهمنا مطر وما يهمنا برد، وقاعدين احنا هنا للخمسة الصبح والدنيا تمطر علينا. حماية ذول العالم وما نرجع، وقافلين ودم الشهداء ما ننساهم، واحنا ان شاء الله هم شهداء. احنا ان شاء الله هم شهداء، احنا ما نرجع. الاحزاب شلع قلع، احنا نريد الاحزاب شلع. احنا عادل عبد المهدي ما يهمنا، عادل عبد المهدي ما يهمنا، احنا اللي يهمنا الاحزاب. هي دمرت العراق، هي دمرت الشعب، ودم الشهداء هاي كلها برقبة الاحزاب. الله شاهد وقتلهم الاحزاب. خوش بشر انا قاعد قباله يطق يطق هيك هيك عليه، قلت له كتل، قلت له كتل، وجا عليه صاحبه قال له لا لا الضربه ما شالين الرحمه، وصارت قدام مواقف ما اقدر انساها. يعني طفل واقف قبالك تكضه، ما اريد احكيها بغير معنى. خوش والولد طلع وجا يبكي، دكاترة جاي تنخطف، دكتورات جاي تنخطف. الحمد لله والشكر، اكل مي شرب كل شيء تم، كل شيء يوصلنا، هذا الحب يوصلنا. واجبات شفتات نقعد هنا مطار وهواء ونار هنا نشعل، وهسه جاي نرتب بالمكان هذا، وباقيين احنا هنا من هنا لحد ما تسقط الحكومه وتسقط الاحزاب. يلا نرجع، ما نرجع وقافلين. هاي كلها خل تسمع احزابك ودولتك، كلنا قافلين ما نرجع، ودم الشهداء ما يضيع، دم الشهداء كله ما يضيع. إذا ضاع يمنا ما يضيع يم ربنا، يم ربنا ما يضيع. الموزي زبالي يا قائد النشالة، يا مرهوم يا زبالي يا عمار يا زبالي، يا قائد النشالة يا عمار يا زبالي، يا قائد النشالة يا عمار يا زبالي. بدو عوادل يا حجية، روح يا حجية، روح اجبد عوادل يا حجية، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نعزي اهاليتنا في محافظه الناصريه ومحافظه النجف عن الشهداء الذي وقعوا يوم امس في محافظه الناصريه. تدري مثل ما تدري احنا هنا اخوان ومعنوياتنا عاليه، كل احنا ايد وحده هنا. احنا هنا تلمنا جميع المحافظ محافظات، كل احنا هنا ايد وحده، معنوياتنا عانيه. والله اجواء هنا حلوه، متونسين كل شيء نلعب هنا، والله هنا احنا متونسين، ما كل شيء ما ناقصنا والله، بفضل اهل الخير واهل الرحمه ما مخلينا بنقص. الدعم كله يجينا هنا، وان شاء الله اهل الخير ويانا بكل خطوه ويانا. هنا جماعه اصدقاء تكوننا هنا من العماره، من البصره، من الكوت، من الناصريه، من جميع المحافظات. تكونت هاي المحافظه هنا يم جسر الجمهوريه، والحمد لله والشكر. كوننا اخوان ونمنا بفرد خيمه ونظفنا الساحات ونظفنا كل شيء، واصدقاء مو اصدقاء، اخوه انزرعنا هنا، اخوه ما عندنا مندسين هنا. فضل الله واهل البيت، يوصل الاكل والدعم يوصل اللي جاي، والحمد لله والشكر. ساتر ما نطيق، ساتر ما نطيق، ساتر ما نطيق، ساتر ما نطيق،
احنا على الشر ناخذ خاوه 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 احنا على الشر ناخذ فينا ملوحه معدان احنا فينا ملوحه معدان احنا فينا ملوحه معدان احنا فينا ملوحه شغلة مفطح ولا مدح مهوال ولا شغلة خواش ولا تحطلع قال ولا شغلة صوان ولا عراوض قال العلية تريد أهلها الخيل للخير يوم القرن الشيب يا ابن الشياب يوم القرن الشيب يا ابن الشياب يوم القرن الشيب يا ابن الشياب يوم القرن الشيب يوم القرن الشيب بابا تجيب الطابة معك يا معود بابا نعبه هنا ايه باصات عليك 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 نعبه باصات بينات كل كم بينات تحف 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 نعبه بينات تحف تحف ساحف تحف يلا نعبه باصات يلا نعبه باصات نفسه واحدة نفسه واحدة يلا العب العب يلا والله كثوار احنا هنا متواجدين ليل ونهار امطار علينا خيم تخر علينا نحاول بالليل يطلعون الولد يغطوها باللايلون وبرد كلش قوي يعني اتوقع يتغطى ببطانيتين وبعده بردان هاي المتظاهرين هنا اكو بيهم بغداد وعماره وناصريه من كل محافظات هنا موجودين اتوقع عندنا مساء واحد نزل صار له 24 يوم ما نازل لاهله اليوم يلا راح لاهله وبالتواصيل يلا خلينا يروح يشوفون مخطية مقهورة عليه وتخابر وتبكي فالمتظاهرين هنا كلها طلب حقوقها كيف لك هذا الله لو مو مطر لو تمطر جمر هسه ما يرجع الأهل ما يرجع إلا تنتهي مال عادل عبد المهدي دب استقالة وحد هاي بعد البرلمان إحنا نريد والأحزاب ما نريد كل حزب أي واحد لا يدعب حزب يكون العراق يصفى سنة وشيعة وكراد ومسيح نريد هيد وحدة مصيف هاي جمرة بصفنا وجاي نتريق ونعزم جماعة هنا يلا تعال من يتريق يتريقون ويانا والله باقي وأتمدد ماكو شي يرجعني لو لا مطار ولا غيم ولا هاي كل شي عندنا كل شي متوفر هنا وانت قاعد تشوفها سبعينك ما يرجعونا اي شي قافلين عليهم نطلعهم نطلعهم احنا ما نريد عبد المهدي نريدها كلها شلع قلع هاي الشباب اللي وقفت بوجوه الرصاص ما توقف بوجه المطر خل تمطر سجيل مو مطر ماي بالعكس هم البارحة الدنيا تمطر وطالعين برا يهوسون وهاي وشي ثاني المطر خير وحتى احنا ثورتنا شي على حق هاي الايام ماكو مطر اذا متابع يعني كل شيء هيك وقت الدنيا غرقانة لكن شي المتظاهرين على حق حتى الله ان شاء الله الله واهل البيت كلهم ويانا الي بس الفقير القاعد بطين ذاك بالقصر لا موش ليه ترى مسوية نفسها بهاي الأيام حريصة حزابهم على المرجعية الله البيداء النفاق نقل ليحير دواء موجود عند البيطرية الله حلو وادم من هلالله وفطر قلوب
ونغشينا كلش باللحايه. اصايل قلنا ذولوا بيهم نفوز، غربناهم وطلعوا مطايح. الى كل من دخل من هاي الابواب، الحشد حشد الوطن مو حشد الاحزاب. يرد الروح صوت البلبل الريد، طلعت روحنا من عويل الكلاب. طلعوا طلعت روحنا منكم، احنا وعوزنا وبصمات الايجار. وقفنا مروة بمتون السواتر، دينا الوطن دم واحنا يا حيف من التكان ندين جقاير. لجل عين الوطن والقاع والدين، بحلق السيف نشمرها المناحر، ما نرجع وحق دم هاي الاسباع، ناموا بالسرن طلع القنادر. ومن المشتاق لك يا ابو العداله، قلت له توكل وذب استقاله، لكن ما تراجعوا السماوات اذا ما طلعت كل الزباله. من المشتاق لك يا ابو العداله، قلت له توكل وذب استقاله، لكن ما تراجعوا السماوات اذا ما طلعت كل الزباله، واذا ارادوا بديل الكرسي مو غير ابن ثن والشهم يقعد بداله. الله. حياكم الله. الله يحييك حبيبي. والله معنوياتنا عال العال، وهاي ما نرجع، هاي سالفه منتهيه. والله العظيم ما نرجع لو شيء، اقول لك الا ياخذونا بتابوت، الا بتابوت يلا نرجع بهاي الطريقه بس. ما يخافونا، يطقونا، ياذونا، يحرقونا، يحطون عبوات، شو يسوون؟ خي يسوون شنو اللي ببالهم، خي يسوون ويانا. احنا ود المدينه والمحافظات، ما يقول محافظات. الشاعر ايش يقول؟ يقول لا اهلا بنا في مدينتنا بل اهلا بنا في مدينتكم، يعني كلهم ولد مدينتنا. والله العظيم المعنويات قلت لك حلوه، بس جاي نعاني شويه بالليل من الاكل، بطاطين جاي تقل عندنا. ان شاء الله احنا واقين وصامدين على جسر السنك، وصار لنا 33 يوم، وهذا اخوي وذولا كلهم ان شاء الله اخوتي. احنا هنا انا وهاي خيمتنا، والله العظيم ما نروح هنا باقين. الله وكيلك، مستعدين بكل ما تتوقع انت، وخلي يسمعون ذول الشغل. مو بيناتنا احنا هاي امتار، ما نمل وياهم، ما عندنا شيء وياهم، بس على الطرف الثالث احنا نحكي العتب على الحكومه. الطرف الثالث وطرف الثالث، من هم الطرف الثالث؟ شو يضربون يقتلون اولادنا بالباقي المحافظات، بالنجف، جماعه الحكيم، وين يريد يوصل؟ والله خايف على قبر يتفلش وتقتل بشر، انتم من يوم ولا؟ بس اردفتهم وش باقي من يمه، وغير بس اصبع لاقي من عده. صديق كذيب عمت، انتم مو بشر اصلا. والله العظيم تدري ليش هم جاي يسوون فينا هيك؟ لان هم اصلا كانوا معتبريننا ميتين. اليوم طلعت احنا، اي كان معتبرك ميت، مالك اصلا كل وجود. اليوم انت ردت مطالب، فجاه زاد مطالبك، ردت اسقاط نظام، وردت ممنوع الاحزاب تدخل هاي بالحكومه، بالمشتاه بالحكومه السياسيه. صعبه، واحنا هذا الاحرار وهذا السنه وذاك الجمهوري. القران ما عدنا شيء، ما عدنا شيء نخسره، وهذا القمع كله تدري شنو سببه؟ لان نحب بلدنا. هذا السبب، لان احنا نحب بلدنا. يعني والله ولا احد، ولك شاب يحب بلده، ايش تستخدمون وياه؟ بالقران مصوب 12، خليها ببالك. وما امل، تعرف شنو ما امل؟ انا هاي هناك تلقاني شوفه هاي فوق، لا برد لا حار لا كل شيء نهتم. ونوجه للحكومة إن شاء الله إسقاطكم قريب. والله إن شاء الله المعنويات عالي العال. إحنا ما نتراجع، ومنطين عهد للعراق إحنا ما نتراجع أبد، إلا نحوذ ذول الزبالة، إلا نطردهم. إحنا جايين هنا حتى نطرد هاي الشلة الفاسدة، هاي الزمرة الفاسدة اللي دمرت البلد. أقول إلى كل شخص مندس كات للخوف،
إلى كل شخص مندسكات للخوف نصيحة نطيح، خلي يسمع كلامي يصور عن بعد ما لايق وعيب، خلي يتقرب وأنزع لثامي. بطل ما عندنا شي نخاف. إلى كل شخص مندسكات للخوف نصيحة نطيح، خلي يسمع كلامي يصور عن بعد ما لايق وعيب، خلي يتقرب وأنزع لثامي. البعض قالوا لي طالع معتصم ليش، اصبر وانتظر خير الحكومة، يا خير اللي يجينه وابقى مسرور اذا عاد المهدي كان ابومه. والى كل شيخ راح يلقم هناك. اي على الى كل شيخ، الى كل شيخ راح يلقم هناك واخذ رشوه وشبع من السياسي، اذا يعتقد لسه عقاله مهيوب وعلي ما حطنه تش. الله. والى كل الفساد الخانه والدين، قصد اهل المنابر والعمايم، قالوا حزب عندنا يراعي الاصلاح، وين اصلاحكم حزب البجايم. صورنا خالد. شوف احنا كل شيء ما يقف عندنا بعد، لان هاي شباب طاحت حرامات هيك راحوا، ومال هذا مشاهده لازم يرد للعراق، وذول لازم يطلعون، لان ذونا كلش ما شفنا شيء من حياتنا. وثانيا لما تقول المطر وش المطر خير وزين انه وكله، يعني شو اقول لك، نعمه من الله سبحانه وتعالى. بس لما تقول المطر وهاي اقول لك يا مطلق احنا وهاي ما رحنا، رحنا المطر ما نروح احنا بعد، ضالين ما عندنا شيء. اليومكم هنا شلون؟ والله اليوم حلو، واخواننا هنا يجون، الطلاب المدرسين، ولدنا هنا ما قصره، اخوه ما عندنا شيء. مثلا انا صار لي 33 يوم قال ما جاي، جاي احس ببيتي، لان كل اخوته وكل جماعته وكل حبيبتي من هنا اللي ولا بعد واحد من هناك نفسه. ايوه صادق، يلا ما تروح تكتت، يلا 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 مليون مليون عافية ابوي. حتى كاميرات موجودة. انتم الاحزاب شو احنا صعدناكم سويناكم، ترى لا انتم قاتلتوا قاعدين على كراسيكم كاظين عمايمكم، احنا اللي قاتلنا، احنا اللي طينا شهداء، احنا اللي طلعنا داعش، احنا اللي طلعنا امريكا، انتم مجرد قاعدين، تبريد يوصلكم، تدفئة توصلكم، قوز مالكم يوصلكم، واحنا قاعدين. هسه زلمنا الطاحت دمه المن برقبة من هاي نعوفة، زلمنا البعد ما طايحة محتقلة عدمن وليش. ها راح اقول لك شغله واحده، شفنا قضيه الناصريه فاجعه، واحنا هنا ببغداد فاجعه، الها حل ما الها، يردونها بالاسلحه
يردونه وجه بوجه، ايش يردونه؟ الطرف الثالث احنا نعرفه وانت تعرفه كنا نعرفه. الاحزاب جزء من عندنا. الاحزاب اول شيء انت جاي تحكمك امريكا ايران، بس عندك جنسيه عراقيه، ومع الاسف طاح صدام حسين انهانت هاي الجنسيه العراقيه. صدام حسين ما رضى تنجاز حتى لو عربيه. ذاك اليوم ابو الشغبي دتش دكتوره 13 دتشه. نحكي علي من نحكي. قضيت انا ابو الشغبي هناك قضيناهم حصرناهم بالاحرار، قاموا يبوس بالرجلين. ولكم الى متى وانتم المعممين؟ يعني انتم هسه ما تخافون؟ مو راح يطيرها هاي العمم. العمم اللي طلعت من وراء 2003 على هالصدام وين كانت؟ راح يقرصها قرب. سلمنا هاي لحياتنا وشبابنا بيد ناس ما تسوى. 16 سنه ياكلون بينا. ياكلون بينا، ليش؟ ابتلينا احنا من صرنا من ولايه علي، ابتلينا من صرنا عراقيين، لا والله هسه انا اشوف ابو السنه زلمه خوذ زلمه، ابو الشيعه خوذ زلمه، ابو الكراد خوذ زلمه، ابو الماطوله عراقي وجاي يطلع على حقه، هذا مو زلمه، هذا زلمه ابن زلمه. قواكم الله. نجيب البيضة حاولوا تدبروا لنا صمون. اشتغل مالك علاقة بيش اعطيني حبس صيني واحد دور.